offensive là pour l'Algérie. Le crochet. On va essayer de tourner. Oh, quel but exceptionnel. On est accroupi. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة جزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. اليوم جينا نتكلم في حلقتنا هذه عن لاعبين في دور الأبطال، المنافسين نتاعهم وحظوظ التأهل نتاعهم، ونشرح لكم بعجالة رغم أني قبل 3 أشهر أشرحت لكم هذه دوري أبطال أوروبا. لكن بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش كذلك تدعمونا بالاشتراك اللايك، وكذلك إعادة نشر الفيديو إذا عجبكم، وكذلك الإخوة اللي ما يلحقهم الفيديو يلحقهم بإذن الله. إذا قبل ما نتكلمكم على مباريات وحظوظ لاعبين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الطريقة هي أنه راح تكون مجموعة واحدة من 36 نادي، كل نادي يواجه 8 أندية، يواجه ناديين من التصنيف الأول الثاني الثالث الرابع، ماش راح تكون مباراة ذهب وإياب، والفريق اللي نواجهه أنا مش شرط أنه يواجهه الخصوم نتاعي، يعني برشلونة يواجه 8 فرق، برشلونة راح يواجه البايرن، البايرن مش راح يواجه نفس الخصوم اللي راح يواجههم برشلونة، إذا هنا الترتيب راح يكون بجمع النقاط، الريال، برشلونة، السيتي، أرسنال، كلهم راح يكونوا في مجموعة واحدة، من الأول للثامن بعد 8 جولات راح يتأهل مباشرة إلى الدور الثاني، من 9 إلى 24 راح يلعبوا مباريات بالقرعة خروج مغلوب ذهب وإياب ويتأهلوا إلى الدور الثاني ويتواجهوا ونرجعوا إلى الطريقة الكلاسيكية. نظام ممتاز وممتاز وممتاز جدا. عندي اقتراح نقدم لكم في فيديو قادم ان شاء الله، دوري ابطال اوروبا يعتمد عليه لانه راح يكون خارق جدا وينافس حتى الدوريات الاوروبيه. خلونا في النظام هذا اللي انا اشوفه نظام ممتاز جدا وراح يعطي قيمه حقيقيه لدوري ابطال اوروبا، وما راح يفوز به الا القوي لانه راح يتواجهوا تكون تقريبا منازلات عادله. أنديتنا أو لاعبين في أنديتهم، مش أنديتنا، لاعبين في أنديتهم. نبدأ أولا بنادي الميلان، الميلان اللي راه فيه بن ناصر، وإن شاء الله بربي أنه فونسيكا يقنع ويتغلب ويتفوق على أو يفرض بن ناصر على الإدارة ويعاود يرجع إلى مستواه. الميلان أول مباراة راح يلعبها، شوفوا أنا سجلتهم بعجالة وراح نقرأ معكم، يعني نتفاعل معكم كما نقولوا بطريقة مباشرة عن المباريات. أول مباراة راح يلعبها الميلان في ميدانه أمام ليفربول، مباراة قوية جدا جدا جدا، إذا راح تكون في الافتتاحية، وميلان راح يمر بظروف يعني قاسية جدا بعد التوقف الدولي مباشرة، تنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا اللي راح تقام على 3 أيام، الأربعاء، الخميس وكذلك الثلاثاء، ماشي يومين فقط كما كان سابقا. ثاني مباراة الميلان راح ينتقل إلى ليفركوزن، مباراة أخرى صعبة، يعني ليفربول ومن بعد تروح ليفركوزن صعبة جدا. ثالث مباراة اللي راح يلعبها نادي الميلان راح يجيبوا كلوب بروج، هذه مباراة في المتناول يعني ممكن جدا يجيبوا 3 نقاط. بعد ذلك رابع مباراة راح نروحوا إلى ريال مدريد، يعني شوف الصعوبة نتاع نادي الميلان. وفي مباراة الخامسة نادي الميلان راح يروحوا إلى سلوفان براتسلافا الفريق التشيكي، راح تكون كذلك مباراة ماشي تشيكي سلوفاكي لأنه براتسلافا عاصمة سلوفاكيا، راح تكون مباراة صعبة لكن الميلان قادر على أنه يجاوزها. ثم في المباراة السادسة الميلان راح يستقبل ريد ستار السربي، مباراة كذلك ممكن أنه تكون في المتناول. في المباراة السابعة راح يواجه نادي جيرونا اللي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، رغم أنه البداية نتاعو نوعا ما صعبة جدا، دوف البيك هذا الهداف نتاعو اللي راح روما وبعض اللاعبين كذلك اللي غادروا، وممكن إذا نقول أن الميلان يقدر يعني يتفوق على الجيرونا. آخر مباراة راح يلعبها الميلان راح يروح إلى دينامو زاكرب. إذا نشوف المباراة الصعبة تاع يكون مع ليفربول، مع ريال مدريد وكذلك مع ليفركوزن بدرجة أقل، راح تكون مع نادي جيرونا. 4 مباريات هنا نظن بأنه قادر يجيب 12 نقطة الميلان، وممكن جدا 15 نقطة مع جيرونا، هي 15 نقطة راح تضمن 100% مركز من بين أفضل 24 نادي، ويلعب اللقاءات التصفوية اللي تأهل للدور الثاني، من الثمان الأوائل مستبعد جدا أنه الميلان يكون معاهم. ثاني نادي هو بوروسيا دورتموند، نادي بن 70 اللي يتمنى كذلك يلقى المعالم نتاعو ويلعب. أول مباراة لليفركوزن راح يروح إلى كلوب بروج، أنا تشوفها أنها مباراة ممكن جدا في المتناول. المباراة الثانية راح يستقبل السلتيك، كذلك ممكن جدا أنه يفوز بها. المباراة الثالثة راح يروح إلى ريال مدريد في سانتياغو، مباراة صعبة جدا. المباراة الرابعة راح يستقبل شتروم غراتس النمساوي، نشوفها كذلك مباراة في المتناول، رغم أنه دوري أبطال أوروبا ما فيش يعني مباراة في المتناول، خاصة هذه الأندية اللي تثبت نفسها. المباراة الخامسة راح يروح إلى دينامو زاغرب، المباراة السادسة راح يروح
الى برشلونه او يستقبل برشلونه، يعني راح يواجه ريال مدريد وبرشلونه يروح الى ريال مدريد ويستقبل برشلونه في الملعب نتاعه، برشلونه مع فليك اللي راح حاليا يقدم افضل كره في اوروبا، وفي المجموعه السابع او في المباراه السابعه راح يروح الى بولونيا المتالق في الموسم الماضي ليحتل المركز الرابع، لكن هذا الموسم راح مترنح بعد رحيل موطا المدرب المبدع مع اليوفي هذا الموسم. واخر مباراه لدورتموند راح تكون امام شختار دونيتسك. انا اشوف بانه من المتناول يعني دورتموند ممكن انه يحقق ال 15 نقطه اللي تمكنوا، لانه اي منتخب او اي نادي يحقق 15 نقطه راح يتاهل بصفه تلقائيه الى الدور الثاني ويكون رسميا مع، يعني هي حتى 12 نقطه راح تضمن له، ماشي شرط 15، وبالتالي دورتموند هو الاخر نشوف بانه راح يكون من بين افضل 24 منتخب وبالتالي راح يلعب المباريات الفاصله. ثالث نادي هو نادي حجام المتالق هو يونغ بويز السويسري. حجام ادى مباراه كبيره جدا ضد النادي التركي غلطة سراي، وكانت إشادة كبيرة جدا باللعب، حتى الأطراف حاروا في يعني حجام قالوا هذا النفاثة على الجهة اليسرى. إذا يونغ بويز أول مباراة راح يلعبها يونغ بويز راح يستقبل نادي أستون فيلا، مباراة صعيبة صعيبة كثير لأنه أستون فيلا عنده لاعبين ممتازين وراح يعني يرجع مع أوناي إيمري بالتدريجية، وبالتالي نشوفها مباراة صعبة. ثاني مباراة راح يروح إلى برشلونة، أنا أشوف بأنه مباراة ما فيها حتى أمل يا حجام اسمح لنا. المباراة الثالثة راح تكون يستقبل فيها الإنتر، مباراة أخرى صعبة جدا. المباراة الرابعة راح يروح فيها إلى شختار دونيتسك، مباراة صعبة جدا ممكن حتى نقول أنه في أحسن أفضل الأحوال ونشوف بأنه يقدر يخطف تعادل. المباراة السادسة راح يونغ بويز يروح إلى شتوتغارت، صعبة 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 كثير لأنه يعني شتوتغارت حاليا أو الموسم الماضي كان في المركز الثالث قبل أو الثاني قبل بايرن ميونيخ، هذا الموسم كذلك مع هونيس مدرب شتوتغارت في عمره 40 سنة، هو ابن أخ هونيس الرئيس تاع البايرن. إذا راح يؤدي في مباراة ممتازة، قلنا شتوتغارت يستقبل يونغ بويز كذلك راح تكون مباراة صعبة. المباراة السابعة راح يروح إلى السلتيك كذلك نشوفها مباراة صعبة، وآخر مباراة راح يستقبل الريد ستار اللي ممكن يعني يقدر ينيغوسي فيها حتى نقطة ولا اثنين، وبالتالي أنا نشوف حظوظ يونغ بويز للأمانة تقريبا أنا نشوفها منعدمة، ما عندوش حظوظ أنه يكون ضمن 24 نادي اللي يتأهلوا، حنا نتمناو الحجام الأفضل ولما لا تحقق المفاجأة والتأهل. خامس نادي أو رابع نادي هو لاعب ماندي، لأن أنا راني الآن نسجل وهو راه يلعب ضد باريس سان جيرمان كلاعب أساسي ليل في أول مباراة، كذلك عنده مباراة صعيبة. أول مباراة راح يروح إلى سبورتينغ لشبون، ممكن أنه يجيب نقطة أو ولما لا تحقيق الفوز كل شيء ممكن. المباراة الثانية لليل راح يروح أو راح يستقبل ريال مدريد، صعيبة نشوف ما عندوش أمل صراحة رغم أنه الريال مرات كثيرة يعاني في الأراضي الفرنسية، ولكن تبقى صعيبة كثير. المباراة الثالثة راح يواجه أتلتيكو، يعني والله ما رحمتوش القرعة حرفيا ما رحمتش نادي ليل، يعني راح يروح إلى الأتلتيكو مدريد. بعد ذلك المباراة الرابعة راح يستقبل جيفنتوس، يعني الغالب يا ماندي والله ما رحمك أماندي، كذلك بن طالب اللي نتمناو له الشفاء العاجل والعودة إلى الميادين، إلى حد الآن ولا شيء راه باين. كذلك المباراة الخامسة نادي ليل راح يواجه نادي بولونيا في إيطاليا، في بولونيا تكلمنا على بولونيا في لما تكلمنا على دورتموند. كذلك في المباراة السادسة راح يستقبل شروم غراتس، نادي كذلك راح يواجه دورتموند بالسبعيني. وفي المباراة السابعة راح يواجه نادي ليفربول في ليفربول، مباراة صعبة جدا. والمباراة الأخيرة راح يواجه نادي حاج موسى وكذلك زروقي فاينورد روتردام. انا نشوف بان الحظوظ ضئيله 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 جدا ان لم تكن منعدمه لنادي ليل في العبور الى الدور الثاني. اخر نادي تكلمنا عليه هو فاينورد حاج موسى وكذلك زروقي، كذلك مباراته صعيبه كثير لانه التصنيف تاعهم كان يعني ناقص كثير او كان في الاسفل. اول مباراه راح يلعبها زروقي وحاج موسى راح تكون ضد نادي ليفركوزن، مباراه صعيبه كثير رغم انه المباريات الهولنديه الالمانيه دائما تحمل النديه وما كاش فوارق تزول تقريبا. المباراه الثانيه راح يروح الى جيرونا النادي الاسباني المتالق الموسم الماضي. ثالث مباراه راح يروح الى بنفيكا في البرتغال، مباراه اخرى صعبه. المباراة الرابعة راح يستقبل فيها سالسبورغ النمساوي، يعني كذلك راح تكون مباراة صعبة. المباراة الخامسة لزملاء زروقي وكذلك حاج موسى راح يروح إلى المان سيتي، ما عندك حتى حظ اسمح لي يا حاج موسى ويا زروقي، ما عندكمش حظ مع السيتي. في المباراة السادسة راح يستقبلوا سبارتا براها التشيكي،
وفي المباراة السابعة راح يستقبلوا الاف سي برشلونة، او لا لا اف سي بايرن، مش اف سي برشلونة، كتبت الاف سي بي، راح يستقبلوا بايرن ميونخ، كذلك مهمة صعبة وصعبة صعبة جدا ان لم تكن مستحيلة. وفي اخر مباراة راح يروح الى نادي ليل كما اسلفنا لما تكلمنا على مباراة ليل. هذه هي مباريات لاعبين في دوري ابطال اوروبا، اذا هناك حظوظ للميلان وكذلك لدورتموند، يعني بن سبعيني وكذلك بن ناصر، وحظوظ شبه منعدمه للاعبين حجاب مع يونغ بويز، ولماندي مع بن طالب مع ليل، وكذلك للاعبين او لاعبين في فينورد حاج موسى وكذلك زروق. احنا نتمناو التوفيق ونتمناو مفاجاه ويتاهلوا كامل الى الدوري المقبل. أعزائي المشاهدين، نشكركم أنكم وصلتوا إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.